وش رايكم وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. نتمنى لكم يوم سعيد وحياة اسعد ان شاء الله. وهلفتوا المقدمة تاعي وهلفتوا الترحيب تاعي، نرحب بكامل المشتركات لهم معايا، يعطيكم الصحة وربي يحفظكم ان شاء الله ويخليكم ليا. والمشتركات الجدد نقول لكم مرحبا بكم مرة ثانية، واللي مازال ما اشتركوش ماذا بكم ديروا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس بيوصلكم كامل جديد تاعي. يا البنات ماذا بكم بارطاجيو قناتي، راني قريب نحل لكم، ربي يحفظكم ان شاء الله. انا ماذا بيا تتفعل لي القناه هكذا باه بلوتار يعني نتشجع ونزيد نحط لكم لي فيديو. انا عندي الخياطه وعندي الخدمه، مي كي ما يصيبش تفاعل بزاف والله غير نعجز باه ندير لي فيديو. ماذا بيا انا بزاف طلبتوا مني ندير لكم لاشين، وراني درت لكم ونعلمكم واش نعرف. وكيما قلت لكم الحاجه اللي نخليها عندي نخليها عندي، والحاجه اللي نقولها لكم نقولها لكم، ماشي كاع مشكل. فوالا البنات كيما العاده جبت لكم حاجه جديده، حاجه جديده هذه اليوم، حاجه جديده. شفت وحده حطت هذا في الحقه ولا غير كنت ناويه نحط انا لا فيديو هذه، شفت وحده في واحد لي جروب، انا راني داخله بزاف لي جروب، جروب تاع خياطه تاع سكاي مانيش عارفه هكذايا راني داخله فيه. شفت واحد يعني وحده يعني تخدم بزاف صوالح بالسكاي، الله يبارك ما شاء الله، يعني نوجه لها تحيه، يعني داخله في الجروب نتاعها يعني، والله نسيت اسمها في الحقيقه، ونتمنى الا كانت تشوف لا فيديو ولا واسمها نبيله، انا والله نبيله ولا والله غير نسيت في الحقيقه. يا البنات نورمالمون نبيله نورمالمون، شفتها حطت يعني حامل المقص ولا حامل البريكي ولا المهم دارتو. انا في الحقيقه كان عندي الباترون من الاول، واني حبيت كي شفت البنات طلبوا الباترون حطت يعني ربي يجازيها حطت باترون، ولكن انا نظن مبتدئات ما يعرفوش يديروا هذاك لو باترون على بالي، وراني متاكده انا جيتكم بطريقه سهله 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 بزاف يا البنات. مستطيلين من القماش نتوما ديروه بسكاي، انا شفتو بسكاي خدماتو، ولكن اللي يخيطوا ولا اللي يحبوا يديروه للمقص تاعهم ادوات تاع الخياطه يديروا بالقماش ما فيها باس. انا خيرت هذا القماش، يعني عندي بقايا قماش، دائما نقول لكم بلي تقدروا ديروا بهم مشاريع هايلين يا البنات. بقايا القماش كي يكونوا عندكم تقدروا ديروا منهم العجب المعجب. انا راني معاكم دائما، قلت لكم نشوف حاجه نسييها معاكم ونجربها، نجحت ونجحت فيها انا اكيد تنجحوا فيها نتوما، ما نجحتش فيها انا ما راح ندير عليها فيديو وما نخسرش عليها الوقت وما نضيعش وقتي ونوريها لكم ونضيع لكم وقتكم. تفهمين البنات؟ فوالا البنات نجو مباشره لطريقه الخياطه والتنفيذ ان شاء الله، يعني يعم الفائده. بارطاجيو قناتي، حمر وجهكم يا سيدي. فوالا البنات شوفوا معايا، نسحقوا مستطيلين من القماش ولا من السكاي كيما حبيتو. القيس تاعهم انا درت 26 على 18، 26 على 18 نفس القطعه، 26 على 18. بون البنات اذا خدمتوا بالقماش وكان هذا القماش شويه خشين حكم روحه، اذا خدمتوا بالقماش وكان القماش تاعكم رهيف جيبي لا فيزلين وحديها على القماش الاساسي اللي راح حبيتو يكون هو الوجه، هكذا لا فيزلين تحديها ومن بعد تجيبي على جهه من الجوايه يا اما منا يا اما منا، ومن بعد ديري الوجه على الوجه هكذايا. خلاص البنات لا فيزلين منا ولا منا باه يوقف برك القماش يجي متين ويجي شاد روحه. الا بسكاي يعني ما تحتاجيش لا 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 فيزلين لا والو، سكاي يجي حاكم روحه من عندهم هكذا. ما زدت متضاربه مع البران تاعي، انا نهار اللي نلبس القاضيفه يا البنات البرا الخيط يلصق لي في حوايجي ويبقى غير يتنحى، ماشي المشكل في الماشينه، المشكل راهي فيا انا، راني مدنية بزاف في الماشينه. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا عندي القطعتين تاعي، قلت لكم 26 على 20، انا قلت لكم على 18، 26 على 20 البنات باه نطيحوا في القيس نتاعنا الاصلي اللي هو 24 على 18. حنا نسحقوا في المشروع هذا 24 على 18، انا زدت لكم 2 سنتيمتر على جال حق الخياطه، ما ننساوهاش دائما يا البنات، حق الخياطه يلعب دور بزاف. قلت لكم 26 على 20
عاودوا صحوا الغلطه تاعي، انا اللي غلطت وسمحوا لي. هكذا البنات نغلقوا المستطيل تاعنا عادي ونخليه فتحه باش نقلبوا. راني نخيط معاكم ونوري لكم، هذا فيديو خفيف ظريف. فوالا نخيط على 1 سنتيمتر، نروح نولي. فوالا البنات نروح نولي منا كيف كيف بوان داغي، منا نعاود نولي 1 سنتيمتر كيف كيف، ونجي لهنا تاني البنات هكا منا، ونزيد نغلق هنا. البنات ما تغلقوش، تخليو الفتحه باش تقلبوا الخدمه نتاعكم. هذه هي نقلبوا حنا الخدمه نتاعنا، نحيو الزوائد نتاع القماش من الجوانب باش ما يجيناش راني مسرعه الفيديو خاطر هذا مشروع خفيف ظريف. ما تسخسونيش على سعر البيع، انا ما نمدلكم سعر البيع على خاطر صراحه انا الاختصاص نتاعي راني ندير لكم هذوما المشاريع باش تستفادوا نتوما. سعر البيع مانيش عارفه، ما نكذبش عليكم باسكو انا هذا ما خدمتوش وبعته، انا مضري نخدم لي دغالي تخصو بيبي هذوك نقدر نفيدكم فيهم، ولكن هذا يعني والله ما نقدر نفيدكم فيه شحال. سخسوا ان شاء الله تكون دخلت القناه تاعي وان شاء الله هي تفيدكم شحال راهي تبيع فيه. نورمالمون 10000 ولا ماشي، لا ماشي 10000، 15000 ما يفوتش 15000، وكل وحده كيف تحب تخيط. فهمتوا البنات؟ ونورمالمون 10000 وما نش عارفه لا خاطر مستطيل كيما هذا ما يخش. فوالا البنات هاولي كان قلبناه. فوالا انا واش ندير لا سيربيكور تاعي كي العاده والعوايد البنات، انا ما نروحش للحديد، راح ندير الخياطه هنايا على 2 مليمتر كامل لوتو باش نغلق الفتحه تاعي هذه. راح ندير، ما تنساوش البنات دعموني وبارطاجيو قناتي على الاقل وصلوني ل1000 مشترك باش تفعل لي القناه باش ما تنغلقش. هكذا البنات ماذا بيا باش ما تنغلق ليش القناه، باش نتشجع انا ثاني ونزيد نحط لكم كامل واش نعرف يعني الخبره نتاعي في مجال الخياطه اللي ما عنديش بزاف من اللي بديتها. شوفوا معايا البنات هاني كملت القطعه نتاعي. فوالا هذا ظهر وهذا يعني هذه ايشانتيون برك، ما هي راني نجرب معاكم. ما واش نديروا البنات دركا، هاي لي قعدت لنا هنا 24 سنتيمتر وهنا قعدت لنا 18 سنتيمتر، متفاهمين؟ دوك حنا واش نديروا، هذا 24 نقسموها على 3، 24 نقسموها على 3 شحال تولي لنا البنات؟ تولي لنا 8 سنتيمتر. راني دايره لي زيبان كيما راكم تشوفوا، راني معلمه راهو بعيد عليا في الحق الستيلو. فوالا نقسموها على 3، هذه استغفر الله هذه 24، ودوك شوفوا كيف يتشكل البنات، تبعوا معايا. انا دوك بار اكزومبل اني حابه نخدمها على هذا الجهه، هذه تجي لداخل وهذه اللي تجي على برا. راكم تشوفوا البنات كيما هكذا، ها فوالا. نجيب نعاود لكم هاي ليك اللي علمتها، ها ليك الزاوية، ها هم الجهة الاولى اللي علمتها، نجيب القنت هذا الزاوية هذه نجيبها نحطها هنا هكذا بهذا الشكل، نجيبها هنا ونسويها هنايا هكذا، نجيبها هكذا عاود هذه نجيبها مع هذه ونديلها هكذا بكل سهوله البنات. راكو تشوفوا فوالا واش نديرو دركا، نطوها هكذا، نطوها هكذا كيما راكم تشوفوا، نطوها هكذا. استناو تشوفوا نسقمها مليح باه تجيني سوا سوا البنات، كيما راكم تشوفوا نطوها هكذا، نطوه مليح هكذا
هاي نطوات ايه، واش نجو نديرو البنات؟ هيا نعاودو نطوها، تجيبوها هكذا، هاوليك الشكل اللي كنتو تشوفوه عند في الفيسبوك، يعني اللي حطاته الاخت ومشكوره عليه الموديل، يعني والله غير كنت انا معوله نحطو. هاوليك هنا ديروا بريكي، هنا مقص، هنا ولا مقص، هو هما هادو خصيصا للمقص اللي يخدموا الخياطه. انا واش ندير البنات؟ تبعوني مليح، انا مادامني هنا خيطت هكذايا، نجي هنا نخيط هنا، راكو معايا البنات؟ رايحه نخيط هنايا هكذا، او خرج الخيط لصقلي في حوايجي. هني مضربه غير مع الخيط اليوم. اليوم راني درت لكم يا البنات، ما تستغربوش، راني دايره اكثر من 3 فيديوهات، ما تضحكوش عليا. من بعد ندير لهم المونتاج، كنت تضحكوا تعرفوا كيف راني نخيط من كل حاجه، راني نخيط شويه. فوالا نجو لهنا، نحي هذا لي بانك، هنا نجي معاها السويس وهنايا ونخيط. فوالا بسم الله، فوالا راني غلقتها بكل سهوله. فوالا نحي الزوائد تاع الخيط، فوالا راني غلقت الجيب الاول. هاوليك فوالا، اسهل من هكذا ما كاش البنات، ما كاش اللي ما تقدرش ديرو. هذه دوك نعاود نطويها مليح منا، هذه نعاود نطويها مليح هكذا ونغلقها هنايا مليح. شوفوا هكذا كانت هكذا، نعاود نطويها مليح منا هكذا، هاني غلقتها هنايا. فوالا يا البنات هكذايا، نغلقها هنا مليح، نعاود ندير لها هكذايا ونطويها هكذا. فوالا انا واش ندير؟ نجي لهنا نخيطها هنا ونزيد نخيطها هنايا. انا كي شفتهم، شفت في القنوات الاجنبيه هنا ما يخيطوهاش البنات، يخلوها مفتوحه ويديروا هنايا قفله، هنا يديروا قفله ولا انو ولا بوغ ديكوغي برك. حنايا لا لا، حنايا اللي نحبوا نخبو بزاف تفاتف، نحبوا نخبو لازمنا نخيطو هنايا. انا دوك نجي نعطيها بخياطه هنايا البنات ونزيد نخيطها منايا، يعني نغلق كامل الفتحات ويكون عندنا هذا المنظم واجد واجد واجد. هنا ما تنساوش ديروا له منين يتعلق تعليقه نتاعو. هذه هي، انا مش راح نعلقو لاني خدمته بالقماش كما راكم تشوفوا، راح نكمل معاكم لا فيديو نخيطو. فوالا نزير مليح، فوالا هكذا، يعني حسابات انا خدمتهم، خدمته لكم يعني بطريقه مضبوطه. فوالا البنات، انا دوك نجي من الفوق نعاود لوغ كامل الخياطه من من روح نديرو غير منه، مانيش حابه نكسر عليكم الخياطه بما بهيتكم المشاريع ساهلين. فوالا انا نخيطو ما نخليش مفتوح، اسهل من هكذا ما كاش يا البنات، اسهل من هكذا ما كاش. يعني نشكرها بزاف اللي حطت يعني بارطاجات هذاك الموديل الجديد زعما تاع البريكي وتاع، انا ولا غير كنت راح نحطه وكان مشروع يعني من باش ندير لكم المشاريع الصغيره تستفادوا منه. بصح المشكل انكم ما كاش بزاف اللي راهم في القناه تاعي على ذاك، ما هيش تاعهم الفائده. فوالا نقو كامل من الخيوط، فوالا هكذا. فوالا البنات هاوليك الشكل النهائي، هنا ديروا له قفيله ولا كيما حبيتو، هاوليك الشكل النهائي. فوالا هكذا، هاي ليك بريكي وعلاه لا.
انتوما ديروا كيما حبيتوا، هي دارتو تعليقه منا يا باش يتعلق، انتوما كيما تحبوا. يعني هذه فكره من الافكار، وانا البنات هذا هو الشكل النهائي نتاعي نتاع هذا المنظم تاع المقص ولا تاع البريكي، ولا يعني منظم ساهل. تبعوا الطريقه اللي مديتها لكم، تبعوا الباترون اللي حطيته. فوالا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم المشروع تاع اليوم. انا شفتكم طلبتوه في الفيسبوك، قلت علاش لا ما نديروش لا فيديو. نتمنى لكم في الاخر البنات فرجه ممتعه ان شاء الله. وما تنساوش يا البنات ديروا لي اشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس بيوصلكم كامل الجديد نتاعي. وما تنساوش البنات ديروا لي جام، عاونوني بلي جام راح تطلع لي لا فيديو. وفضلا وليس امرا بارطاجيو القناه تاعي باش تعم الفائده وباش تكبر لي. يعني نتمنى تبارطاجيو القناه على الاقل توصلوني لألف مشترك. البنات وش نقول لكم في الاخر، نتمنى لكم ان شاء الله كل ايامكم سعاده وفرح، ونوضوا قفزوا على روحكم، نوضوا تخدموا على روحكم. يعني ولو كان ما تشقيش ما تناليش. هذه هي البنات، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله في اوقات قادمه بحول الله. نتلاقاو في سعاده الخير، الى اللقاء.